قصيدة بعنوان ليست عاطلة للشاعر الشيخ عبد المجيد بن حامد الأسمري. رفقا بها يا قوم ليست عاطلة، بل أمة للفخر بانت ماثلة. هذه التي كل المفاخر عندها، بيت ومدرسة بها متكاملة. الأم مدرسة إذا أكرمتها، أكرمت أجيالا ونفسا عاملة. والأم إسعاد إذا قدرتها، في بيتها محجوبة متواصلة. تصل الحنان إلى القلوب برقة، وتعامل الأوجاع خير معاملة. للنشء لا شيء يكون كعطفها، وحنانها المنسى بدون مجاملة. هي للبنات ببيتها أستاذة، ليست كما تتصورون الخاملة. هي للبنين ببيتها كالغيث، إذ يحيي النفوس الميتات الهاملة. هي أم جيل للمفاخر يعتلي، آوته في دفء الضلوع الناحلة. وروته من آدابها ولبانها، وغذته إحسانا أقام أنامله. حتى إذا خط البنان بفضلها، قالوا لها زورا وجهلا عاطلة. كلا وربي لست أنت العاطلة، بل أمة عظمى وأم فاضلة. فضلت على كل النساء ببيتها، وبدورها الميمون حقا عاملا. فضلت على كل النساء ببيتها، وبدورها الميمون حقا عاملا. رفقا بها يا قوم ليست عاطلة، بل أمة للفخر بانت ماثلة. هذه التي كل المفاخر عندها، بيت ومدرسة بها متكاملة. الأم مدرسة إذا أكرمتها، أكرمت أجيالا ونفسا عاملة. والأم إسعاد إذا قدرتها، في بيتها محجوبة متواصلة. تصل الحنان إلى القلوب برقة، وتعامل الأوجاع خير معاملة. للنشء لا شيء يكون كعطفها، وحنانها المنسى بدون مجاملة. هي للبنات ببيتها أستاذة، ليست كما تتصورون الخاملة. هي للبنين ببيتها كالغيث، إذ يحيي النفوس الميتات الهاملة. هي أم جيل للمفاخر يعتلي، آوته في دفء الضلوع الناحلة. وروته من آدابها ولبانها، وغذته إحسانا أقام أنامله. حتى إذا خط البنان بفضلها، قالوا لها زورا وجهلا عاطلة. كلا وربي لست أنت العاطلة، بل أمة عظمى وأم فاضلة. فضلت على كل النساء ببيتها، وبدورها الميمون حقا عاملا. فضلت على كل النساء ببيتها، وبدورها الميمون حقا عاملا.